بعد تداول فيديو سرقه دراجه ناريه من داخل منزل بدال ابراهيم المشتبه فيهما في قبضه الشرطه على اثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر شخصين يشتكي يظهر شخص يشتكي تعرض تعرضه لسرقه دراجته الناريه من داخل مسكنه بدال ابراهيم بالعاصمه يوم 16 ماي 2021 في حدود الساعه الرابعه صباحا من قبل شخصين مشتبه فيهما باشرت مصالح الشرطة الشراقة ممثلة في الأمن الحضري السادس دال إبراهيم التحقيق في القاضية الذي مكن في ظرف قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفها مع استرجاع الدراجة النارية